سبحان الله زين غدار يا رب. البحر غدار. طيب يقول لزوجتي اسود يوم في حياتي يوم التقينا. يا صح يا اخي يوم اسود سبحان الله. ايام كلها بيض عندك؟ ما في يوم اسود؟ ما يصح. اي نعم ما يصح اقول اسود يوم في حياتي يوم التقينا. ما علاقه اليوم بالتقاط بالزوج؟ صح؟ ما العلاقه؟ هذا مسبب الدهر. إذا كان يعتقد أن الدهر هو المؤثر بذاته فهذا شرك. وإذا يعتقد أن الله هو المقلب والمصرف للدهر لكن يسب الدهر من محل الشيء الذي يدرى مثل ما قال أسود يوم في حياتي يوم التقين. يصح؟ هذا محمد. لو قال هذا اليوم شديد البرد، هذا اليوم شديد الحر، يصح خبر عنه. هذا يوم عصيب، يصح نعم يصح. اذا ما في يوم اسود. نعم ايام المسلم كلها بيض الحمد لله. صحيح؟ اي نعم. تقول ابيض يوم في حياتي يوم التقين. طيب مسكت الدهر كثيرة كانت في الجاهلية وبقي عندنا اليوم شيء منها لسه ما سلم عنها. هل يصح الحلف بغير الله؟ يحلف هل يحلف يصح الحلف بغير الله؟ من يعلم؟ سبحان الله. فقط البقية
يا رجل حلف لك بالله تصدق أم لا؟ نعم تصدق. لماذا؟ لأنه حلف لك وأقسم لك بعظيم وهو الله، تصدق أم لا؟ طيب حلف لك بغير الله صادقا، صادقا ما حكم هذا؟ يا أخي صادقا، لا صادق هو، قال حلف بغير الله أن الشمس لم تغرب، تصدق أم لا؟ سبحان الله، ما حكم هذا؟ شرك أصغر. حلف لك بغير الله كاذبا، نعم، ما حكم الحلف بغير الله كاذبا؟ صادق. حلف لك بالله كاذبا كبير، نعم. حلف لك بالله صادق، تصدق، اي نعم. لا تتكلم يا اخواني، مسألة مهمة جدا. حلف بغير الله، حلف بالأمانة. سرق السمك وأخذ السمك كامل وبقي الرأس والذين والشوك، فجاء وقال كيف تسرق؟ حلف بالله انه لم يسرق السمك ولم ياكله. قالوا لا، لا احلف بالتيجان. قال لا، ما احلف بالتيجان، هذا الشرك اكبر وسط، اكبر، لانه يعظم ويخاف ان يحلف بالتيجان، اشد من خوف ان يحلف، يعني احلف بالله دائما عند الشرك، هذا اكبر. قالوا تحلف بالتيجان ولا بد، فحلف بالتيجان فخرجت السمكة من فيه. كذب كذب، لا نعم، هذا قصة كذب يا أمين. اعتبر أن الشيطان لبس عليه ورأى السمكة تخرج من فيه، ما يحدث الآن أشياء للنجاح، صح؟ نسأل الله السلامة والعافية. هل معناه انه هذا رب؟ اعوذ بالله، ما يمكن. وهذا لو تصدق هذه القصه، كاننا نقول ان رحمه الحي بجد اكثر من حي بالله. اخوان مساله عظيمه جدا، قد يصل الحي بغير الله الى الشرك، الشرك الاكبر، امر خطير. وبعض الناس قال لا، برأس فلان، برأس كذا، برأس الأم، بشيبة الأم، بتربة، تربة القبور، صحيح موجود هذا؟ موجود. طيب، مسألة من أهم المسائل، الاستهزاء بالدين، سب الرب، سب النبي صلى الله عليه وسلم، الكفر كفر، كفر إعراض لا يكون بالدين، مثل ما حدث من أبي طالب، سب الدين، حارب، لا، لم يكن بالدين، هذا كفر إعراض. كفر المعامرة أن يسب ويشتم، مثل ما حدث من أبي جهل. طيب الذي يستهزئ بالدين، يسب الرب، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر، كفر معامرة، هذا مثل ما حدث من أبي جهل. من استهزأ بالصلاة ولو نافل،
بآيات الله الشرعية أو الكونية. سب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، سب الرب، هذا كفر أكبر. وبعض الناس يدافع عن هذا الذي يسب، والله عجب، فهذا يسب. قال مسكين هذا ما يعرف أن يسب ربه، ما يعرف، في مسلم لا يعرف أن يسب ربه كفر، إذا ما يعرف الإسلام. قل أبالله وآياته ورسوله تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ذلك. إذا كان لا يعرف أن يسب ربه، إذا ما يعرف، صح؟ وبعض الناس يقول يا أخي هذا غضبان، وإذا غضب يسب. سبحان الله، لماذا عندما يغضب ما يسب العشيرة أو القبيلة أو والده؟ لماذا؟ لماذا عندما يغضب في بعض الدول أنت تعرف والله لا يتجرأ أن يسب شرطي؟ يعني هو ما يسب الرئيس أصلا، ما يمكن، لكن يسب الرب ولا يشاء ولا خاف ان يسب شرطي، صحيح؟ بالله هل سمعت واحد من اهل الكتاب يسب نبي من انبيائه؟ ما تجد هذا، وتجد هذا ممن يدعي الاسلام، بل يسب الصغير قبل الكبير، ويأتي بعض يدافع عن هؤلاء. قال يا أخي غضبان جاهل، لا، يقول لك هو ما يقصد. نعم، قال لا ما يقصد، سب الرب. يا أخي يسب، لا ما يقصد. طب لماذا لو سب والده تقول له ماذا تقصد؟ تقصد والدي او تضرب بعمل، صح؟ يا اخواني مساله عظيمه جدا، ما يمكن ان يعني نقف عند هذه المسألة ولا نبين للناس ولا نحدد هؤلاء. هذا كفر أكبر. خرج الناس وكتب، بعضهم خرج في مسيرات للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سفر من بعض الدول. المهم خرج، عندما خرج ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يسب الرب في الخروج. بالله من اولى بالإنكار؟ هذا وهذا يسب الرب. ما بقي ان تسخر وتلعب وتستهزئ الا بالكتاب والسنه وبالانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام والصحابه رضي الله عليهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت أيقاظ القلوب وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. المستهزئ يكفر كفر أكبر، كفر من الملة. وتقبل توبته بشروط ثلاثة: أن يصدق في توبته، يكون صادق. كيف تعرف أنه صادق؟ تتغير حاله بعد التوبة، الاستقامة وكذا والاستغفار، ويأتي بالأعمال الصالحة. أن يثني على الله سبحانه وتعالى، الرابع أن يتبرأ مما قال. إخواننا هذه مسألة عظيمة جدا، أنت لا تنتظر حتى تسمع السب، لا بد أن
تعلم الناس من صفتها هي كبار العلماء. الذي يسمع السب والاستهزاء، يسمع السب والاستهزاء، إما أن ينكر أو ينصرف. إذا بقي حكم السب المستهزئ، يعني إذا سمعت السب إما أن تنكر أو تخرج من المجلس، إذا بقيت دون إنكار أنت والمستهزئ سواء في الحكم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. هو مسألة عظيمة جدا. لا بد أن تبحث عنه، تعلم، تنشر الفتوى، تحذر، لا تجلس مجالس التي تعرف أن فيها شك وكذب. نعم. طيب.